احنا اليوم قاعد نزور فاطمة عشان نشجعها في هذا المجال، لان نعرف شغل الصحافة وايد متعب. فاطمة السلمان هي صحفية كويتية تخرجت من جامعة الكويت، صح؟ صح. كلميني عن مشوارك بالصحافة. أنا تخصصت في الإذاعة والتلفزيون، كانت وايد رغبتي أن أنا أكون في هذا المجال، لكن سبحان الله بعد التخرج تغير المسار. هو يمكن من قبل التخرج بعد، لأن أنا كنت أؤمن أن الإعلامي لازم يكون إعلامي شامل، يعني أوكي أنا تخصصي إذاعة وتلفزيون بس لازم أعرف الصحافة، أعرف العلاقات العامة وغيرها من مجالات الإعلام، علشان هذا أكيد راح يساعدني، خصوصا الصحافة لأن هي الأساس. إذا الإعلامي كان يعرف صحافة راح يعرف كل المجالات. فاطمة هي من البداية يعني تحب المشاركات في كل المجالات، وبصراحة من يوم هي صغيرة أنا كنت دائما أحرص أنها تشترك في كل الأنشطة، حتى يوم هي كانت بالمدرسة صغيرة، فهي حبت هذا الشيء، وهي اللي قالت أنا أبي هالاتجاه. إحنا شجعناها خليناها على راحتها. فاطمة ليش الصحافة؟ يعني إحنا نعرف أن مجال الصحافة وايد صعب، إحنا كصحفيين أو كمراسلين دوامنا مثلا مو ثابت، وايد أشياء تكون صعبة خلال العمل في هذا المجال، فليش اخترتي هذا المجال بشكل خاص؟ لأنه ممتع، من خلاله تقدرين تشوفين العالم، لأن أنا كوني محررة في الديسك الدولي قاعدة أشوف أخبار من كل دول العالم، هذا الشيء قاعد يعطيني ثقافة، قاعد يعطيني اطلاع. تفضلين أن أنت تشتغلين بالميدان ولا تكونين بالمكتب؟ الاثنين صراحة. الميدان ممتع ويخليك تشوفين ناس تتفاعلين معاهم، هم نفس الشيء الديسك من ناحية أخرى، الديسك يعلمك ويطور مهاراتك اللغوية، مهارات في صياغة الخبر، فتدربين على الراحة. يعني شنو الأشياء الصعبة اللي واجهتك في هذا المجال؟ يمكن في العمل، أنا الجهاز اللي أستخدمه يعمل بطريقة برايل، وهذا الجهاز تكلفته جدا عالية، فأنا مضطرة أني أنا أوفر على نفقتي الخاصة، وصيانة الجهاز بعد تكلفتها عالية، يعني صيانة الجهاز بروحها 700-800 دينار. شنو تقولين حق فاطمة بختام اللقاء؟ احنا ندعي لها دائما يعني بالتوفيق، ومستانسين طبعا، نتشرف بفاطمة احنا.